السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال والأحوال؟ أحمد العتيبي يرحب بكم، صبحكم الله بالخير ومساكم الله بالخير على حسب الوقت اللي تتابعون في هذا المقطع. حلقة جديدة اللي ردت فعل مباراة الاتحاد والاتفاق، مباراة مهمة جدا، مباراة فيه شوية توتر رغم أني أشوف أن المباراة ما هي بصعبة، المفروض أنت عارف النتيجة الآن، لكن نقول إن شاء الله ما هي بصعبة، فخلونا نقول بسم الله. يلا 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 بدت المباراة إن شاء الله بالتوفيق للاتحاد. أعوذ بالله حجازي كابيتانو. طبعاً بس توضيح بسيط في موضوع ردة الفعل، قاعد أشوف البعض يقول ادعم اللاعبين. يا جماعة أنا ممكن أجلد كل اللاعبين الآن في ردة الفعل، أنا قاعد أشوف ومثلي مثلك، أنت في البيت في الاستراحة في الشقة في أي مكان تتابع المباراة متوتر، ردة فعلك تكون لحظية، فقط ردة فعل تكون لحظية. أما رأيي أنا في اللاعبين والفريق والدعم اللي أنت تبغاه، هذا يكون في نقاش الأسطورة ولا حتى في حسابات التواصل الاجتماعي. تشكيلة الاتحاد ممتازة، فقط الإشكالية اللي أشوفها أنا في موضوع عمر هوساوي. عمر هوساوي عبارة عن قنبلة موقوتة في خط الدفاع، أتمنى أن يكون في مستوى ممتاز. مدرب الاتفاق لعب بثلاث محاور، هذا شيء ممتاز للاتفاق بس مو ممتاز للاتحاد. أتمنى أن نستغل ثغرة عبد الرحمن العبيد ونستغلها عن طريق برضو جهة عبد الرحمن العبود. يا موطني والاتحاد هذا العميد هذه الوطن. الله عوذ بالله، عوذ بالله يا جماعة، جلد يا جماعة، إن شاء الله أن الليلة تفرح بإذن الله. والله إنك فقيدة، والله إنك فقيدة، إن شاء الله ترجع في أقرب وقت. برونو هنريكي متوقع أنه يبرز اليوم، عندي إحساس أن برونو هنريكي اليوم حيبدع هو وهيلدر كوستا. طرق حامد، طرق قامد، نجم النجوم، الله يرقى اللاعب في تاريخ مصر. عوذ بالله طارق حامد، وش الكرة ذي؟ وش الكرة ذي يا طارق؟ صح؟ يا ساتر يا ساتر، شوف نبي كذا عادي، ما ضبطت المرة الأولى تضبط المرة الثانية. الجمهور على طول مولع مع طارق يا أبها. صح يا طارق، الخطأ على حمدان، ما عليه ما عليه، الخطأ عليك يا حمدان. صح، الكرة الطولية هذه نحتاجها، ما عليه ما عليه، تضيع واحدة مو مشكلة، ما عليه يا طارق. هيلدغ كوستا، صح، روح روح، صح، يلا صح، لا تكفر روما، لا جهة العبود وهيلدر كوستا، عندي إحساس أنها حتنفجر مع وجود روب هذه الجهة، وبالذات لما تكون جهة الاتفاق اليسرى اللي هي الضعيفة. يلا عمر هوساوي، تكفى يا عمر، لا ما بوقت، صح صح طارق، صح، وش ذي يا طارق؟ صح صح والله طارق اسست، صح، اعوذ بالله يا قامد، صح والله اسطوريه ذي، والله اسطوريه من طارق حامد. تسلل ولا مو بتسلل، الفكره تحسب لطارق حامد، الله كبير، والله نجم، اعوذ بالله يا طارق حامد لو جت اسست، والله صح. انا ملاحظ اللاعب، ما ادري توجيهات مدرب ولا اللاعب يحاول يطور نفسه ولا ممكن الثنتين، تحسب له الصراحة. صح طارق، صح طارق، صح طارق، لا يا عمر، لا يا عمر، لا يا عمر، يلا يقور يقور يقور، بطيء يقور، تقعد الكورة معاك متأخرة بالحيل، صح يقور، صح يقور، صح صح صح، يس يس، لا تكفى لا، لا تكفى لا، بالكتف ما فيها شيء، ما ادري اذا تسلل او لا، لا تكفى لا، والله يا هي تقهر، لا 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 لا، والله صح، ما عليه ما عليه ما عليه ما عليه، تيجي بتيجي بتيجي، هي نفس الفكره، كرات طوليه على الاجنحه واضرب، لا لا، حجازي حجازي، لا تكفى، اشوى اشوى اشوى، ان شاء الله ما فيها شيء، ان شاء الله ما فيها شيء، This is bullshit. اديله يا حجازي. سبحان الله اللاعب ذا ياخذ اجازه طول الموسم، لما يجي ضدنا يستبسل. كويس. الموسم الماضي نفس الحكايه، ترى ما نشوف، تحسبون انه هذا مستواه لاعب مهاجم، لا لا، لما يرجع بكره مباراه الباطن العداله يختفي، ما تشوفه. ما تشوفه، اصلا ما يبونه جمهور الاتفاق. بس سبحان الله يا اخي مسلط علينا اللاعب ذا، الاتفاق على العموم يعني، مع احترامي لجمهور الاتفاق ونادي الاتفاق، لكن كنادي لما يلعب معاك غثيث غثيث، هذه حقيقه. انا عندي نادي الاتفاق ونادي الوحده، الاثنين ذولي لما يلعبون قدام الاتحاد
يستبسلون بشكل مهول جدا. فان شاء الله اليوم احنا نقدر نخلصها من بدري علشان نقتل استبسالهم هذا. روح روح تكفى هلدر تاخر. روح عبد الرحمن روح روح تكفى تكفى. لا يا اخي لا يا اخي لا يا اخي والله حرام عليك عبد الرحمن. الجهه الثانيه تكفى. واو صح صح قايل لكم هلدر لا تسلل بعد يا اخي. مو معقوله والله مو معقوله الصراحه. الاتفاق حاط مصيده التسلل واحنا كل شوي قاعدين نطيح في المصيده. يلا يا عيال هلدر 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 الجهه الثانيه. صح صح عبد الرحمن صح عبد الرحمن صح عبد الرحمن صح بطل بطل بطل. لا يا اخي لا يا اخي شلون ضاعت ذي. والله العظيم قهر والله قهر والله قهر. اقسم بالله العظيم قهر الفرصه ذي. مجهود سوبر من عبد الرحمن. تكفى انريكي. لا يا انريكي لمسه واحده بس لمسه واحده. صح صح يا كوتش يا كبير صح. الفكره انا ما عندي مشكله لما توصل كثيرا للثلث الاخير معناها الفريق قاعد يعني في عمل مدرب عمل لاعبين في في الفريق قاعد يلعب. هذا الشيء المهم. اليوم انت تقول والله النتيجه 0-0 لا لا الفريق قاعد يوصل للثلث الاخير من الملعب. اذا المدرب اولا ما قصر. اللاعبين ان شاء الله يحتاجون التوفيق ويركزون اكثر في الثلث الاخير تحديد. نقول ان شاء الله نخلصها من بدري يا اخوان. كل ما مشى الوقت يمشي علينا ولصالح الاتفاق. بغض النظر عن الحالة الفنية للاعبين الاثنين بس طارق وانريكي يا اخي تشعر ان طارق يبغى يقاتل بشكل مو طبيعي على انه يظهر بشكل ممتاز. لكن في نفس الوقت انريكي ما تدري ما احس انه مركز. ما ادري ايش فيه انريكي. في شيء في مشكله في انريكي اعتقد الحاله الذهنيه عند اللاعب. ما احس انه موجود في الملعب. عندك عندك كوستا صح صح كوستا. روح روح عبد الرحمن روح عبد الرحمن روح. يلا روما ايغور 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 على طول. كورنادو تكفى يا كورنادو يا اخي. مو معقوله تسديداتك كذا يا اخي. مو معقوله لحالك يا اخي. مستفز اللاعب في الطريقه هذه يعني. ما لوم المدرب الصراحه. اول الشوط الثاني يغير الصراحه. طريقه كورنادو الانانيه هذه ما ادري يعني ممكن تضبط معاك بعد 10 تسديدات بس احنا حنتضرر طوال التسع تسديدات الثانيه بشكل مستفز. عبد الرحمن العبيد نقطه ضعف. اذا ما استغلينا عبد الرحمن العبيد فاحنا معليش ايش قاعدين نسوي. هذا نقطة ضعف. حتى قبل شوي جت لقطة رايح لمدرب نادي الاتفاق يكلم يقول خل واحد من المحاور يساندري. يعني واضح انه يدري ان عنده مشاكل فلازم نستغل الفرصة هذه. روما صح اهدى اهدى حكم. روح 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 على امريكي. لا يا لا 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 صح. ما عليه ما عليه. والله ما توقعتها تكمل كذا. والله فكرة حلوة ممتاز. إيغور كبير يا إيغور. آه لو ركبت يا جماعة. والله العظيم هذه فيها كرت أصفر. والله فيها كرت أصفر. يعني الحكم ما أدري إيش يبغى أكثر من كذا. والله فيها كرت أصفر. والله فيها كرت أصفر. طيب ارجع عطى كرت أصفر. اللقطة هذه هي اللي اعترض عليها نونو سانتو. المفروض كرت أصفر. يلا العبود يلا العبود يلا العبود. روما روما روح روح تكفى روما تكفى روما روما. والله ما عليه ما عليه. والله اقسم بالله حرام ما نسجل هدف هدفين ثلاثة. والله العظيم اول نص ساعة المفروض احنا مهتركين وقاضين 3-0 يا جماعة. والله العظيم اخشى اننا نندم. اكثر شيء اخشى اننا نندم بالفرص الاقوال اللي تضيع هذه. اقوال احنا قاعدين نضيع اقوال. شيء ممتاز ومبسوط جدا بالفرص اللي قاعده نصنعها بشكل مهول جدا. قاعدين نوصل بشكل سريع جدا ممتاز. لكن الشيء المو ممتاز في اول نص ساعه اننا احنا قاعدين نضيع اهداف. اهداف تضيع وهذا شيء ترى يعني يخلي اللاعبين ممكن يلا 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 هلدر ما مدرى نتكلم هلدر يلا. واضح الفريق قاعد يلعب كذا على جهه واحده. الفريق قاعد يلعب على الجهه دي. قاعدين محتفلين باللاعب الحبيب ذا. روح يقور روح. واو يا جماعة والله العظيم مو معقول. ايه انضرب كرت اصفر ممتاز. يعني لاعب ضعيف وينضرب كرت اصفر. برافو 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 ممتاز ممتاز ممتاز. ما عليه ما عليه سلامات يا يقور ما عليه. هذه مباراة حمد الله يا اخوان. معلش مباراة حمد الله.
هذا اللي يخليك تحتاج سترايكر ساطي جلاد مثل حمد الله. هذه مباراة حمد الله. يا ساتر، الله يستر الله يستر الله يستر الله يستر. يا الغامدي كسرت لاعبين ابن الحلال. جاك حمدان، جاك اي وطلع ابنا يا حكم اصفر يا حكم. حمدان حمدان وراه انفعل على الحكم. ايش جاء حمدان؟ ايش جاء انفعل على الحكم حمدان؟ ايش جاء انفعل على الحكم يا حجازي؟ خلاص قل ده صاحبي وكفاءة تفاهم معه. حمدان الكرة يعني فاول لك، ليش انت تسوي فيلم؟ ايش التوتر اللي انت تدخلنا فيه؟ الفريق مو بناقص يا حمدان، بلا جنان. يلا ايغور، يلا ايغور، تكفى يا ايغور، تكفى يا ايغور، تكفى يا ايغور. اللي يقهر في يقور انه يلا 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 يقور يلا يقور يلا يقور يلا يقور يلا يقور يلا يلا يقور. صح والله صح، اخيرا 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 يا يقور، اخيرا. مو معقوله مو معقوله، الى متى احنا ننتظر الهدف هذا؟ برافو برافو، مجهود فردي سوبر من يقور، سوبر من يقور. هذا اول هدف اللي انت تحتاج يريح. والله برافو برافو إيغور، برافو برافو برافو. بعد ما ضيع أكثر من فرصة ريحنا بالهدف هذا. لا تكفى، لا تقول لا، العب العب إن شاء الله ما فيها شيء. صح صح، أعود بالله مربع إكس ذي، أعود بالله أعود بالله أعود بالله أعود بالله. والله هدف حرام يا حكم، تكفى لا تلغيه. مو معقولة يا حكم، الكرة من بحثت عن يد اللاعب، اللاعب يده لم تبحث عن الكرة. تكفى يا حكم، لا تكفى يا حكم، ما فيها شيء حكم. انت من النخبة، حكام النخبة ما فيها شيء ذي. لا تكفى لا، والله بيلغيها. الله يلعن ابليس، الله يلعن ابليس. والله هدف مجهود سوبر من إيغور، اعتقد بس مجرد لمسة اليد ايا تكن مقصودة مو مقصودة ما تحسب، لانك استفدت منها بهدف. ما عليه ما عليه، والله هدف سوبر من إيغور. ما عليه ما عليه إيغور، ما عليه. يلا عبد الرحمن، يلا عبد الرحمن، يلا روما، يلا روما، يلا يا الله. يا جماعة مو معقولة، والله العظيم مو معقولة. لا لازم لازم نحاول نجد حلول اخرى، لازم نجرب نسدد من برا. يعني موجود عندك انريكي يعرف يسدد وسبق وسدد كثيرا، نفس الحكايه إيغور بس لو يركز في التسديد. خلونا نجرب تسديدات من برا، خلاص مو بنعيد نفس الفكره طول المباراه الين نتوفق او لا. حتى ما ادري يعني، ما ادري الصراحه. الكرات الثابته اليوم سيئه جدا. ما عليه ما عليه ما عليه ما عليه، ان شاء الله نركز ان شاء الله. شوفوا بالنسبه لهم الان يبدون يرتاحون، احنا اللي ننضغط الان. الشوط الثاني، مع بدايه الشوط الثاني دائما نشوف الفريق يؤدي هالتدريبات الخفيفة قبل بداية الشوط الثاني مع أنطونيو دياز. شوط أول والله كان جميل من ناحية الفرص اللي قاعدين نصنعها، جميل من ناحية الهدف الملغى، جميل من ناحية يعني الفريق ما ييأس من كثرة ضياع الفرص، قاعد يصنع 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 يصنع. وهذه الصبغة موجودة في الاتحاد من الموسم الماضي وقاعدين نشوفها بشكل واضح جدا حتى في الشوط الأول. ايضا شكل الفريق دفاعيا جيد جدا، لكن نقول ان شاء الله نستمر في استغلال الفرص باذن الله ونترجم الفرص هذه الى اهداف. فعلا نحتاج اهداف. صح حمدان، صح 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 صح، قاعدين نصنع نصنع فرص. ما عليه نغير، نحاول نغير الجهه، مو مشكله نلعب على طرف حتى لو كان الاقوى، بعدين نفاجئهم ان شاء الله من جهة عبد الرحمن العبيد اللي هي واضح إنه قاعدين نشتغل عليه. شوف 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 فريق الاتفاق كله رايح هناك، شوف شوف فريق الاتفاق كله رايح هناك. صح صح هيلدر، صح هيلدر، برافو. والله العظيم نقطة ضعف واضحة يا جماعة، واضح. وتكلمت ترى هالشيء في حلقة نقاش الأسطورة ما قبل المباراة، أن جهة الاتفاق اليسرى ضعيفة جدا وقاعدة واضح بشكل واضح جدا.
المشكله اللي انا مستغرب منه المدرب الاتفاق ما هو بقاعد يعالج المشكله هذه اللي واضحه عندنا كلنا، واللي واضح عند اللاعب الشوط الاول راح لمدرب الاتفاق وطلب منه انه يخلي واحد من المحاوري كذا، يقول خل واحد من المحاوري يجي عشان ادري. نقول ان شاء الله، نقول ان شاء الله ان شاء الله. لا يا اخي تكفى. يلا انريكي يقور صح، يلا يلا يا عيال، يلا يا عيال خلونا نطلع على قدام، نطلع على قدام، نطلع على قدام. وهذا يدور الحالة، يدور الحالة، يدور الحالة، ما حولك أحد يا كابتن، تموح على مين؟ يا الله بيجلطني ذا. والله طارق حامد يعني 50 دقيقة الأولى طارق حامد ظاهر بشكل ممتاز جدا، جدا ممتاز طارق حامد. كرات طولية جيدة، قاعد يفتك كرة، يمرر تمريرات قصيرة، يعني فوق فوق المتوقع إلى الآن من اللاعب طارق حامد. يلا يا عبد الرحمن، يلا يا عبد الرحمن، يلا يا عبد الرحمن، يلا روما، يلا روما، لا يا روما خلها يا روما، خلها يا روما، لا يا روما تكفى، لا يا روما، اما انك تتعامل مع الكره وتسدد او لا تجيها، حرام الصراحه يا اخي، خلي الكره تكفى، خلي الكره يا اخي. ايجور اللي هو بنريك يجي، حرام يا روما، حرام يا روما، اقسم بالله قهر، قاعده تضيع اقوال منه يا جماعه بشكل مستفز جدا. هذا بيجلطني ذا، ولا ايش بيسوي ذا، ايش يسوي ذا، كل شوي يدور الحاله، يدور الحاله، ما حولك احد، اما هو سوي يدور الحاله، الملعب فاضي يا كابتن، لا تدور لحالك. تكفى تكفى تكفون يا عيال، والله شوفوا شوفوا لاعبين الاتفاق بداوا يحلون المشكله اللي عندهم، نقطه الضعف الواضح. صح 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 يا لا 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 لا, لا. صح صح والله ثنائية جميلة بين العبود وكوستا، إن شاء الله إن شاء الله بعدين إن شاء الله تتطور هذه الثنائية، إن شاء الله إن شاء الله تتطور. يلا طلعت نقطة الضعف الموجودة، يلا شرحي لي. الله يستر من البرازيلي ذا، الحين تو داخل تو جاي ترى صفقة، أول مباراة يلعب فيتينو، هو هذا لاعب فلامينغو، اللاعب كأرقام ممكن كان ممتاز سنة 2020 2021، لكن ما تدري عن مستواه الآن. يلا يلا كوستا، يا كوستا، يلا كوستا، يا ساتر والله. هذه الكورة، ذي الكورة اللي نفس الفكرة، هذه اللي أنا متأكد إن حنسجل أهداف زي كذا، حنسجل أهداف زي كذا، بس نحتاج التوفيق وتكون بس يعني الكرة أهدى شوي، حنسجل والله بإذن الله، حنسجل هدف وهدفين بإذن الله، بإذن الله. المحور التركي بيرات اعتقد انهم جدا ممتاز، وحيكون احد اهم المحاور الموجودين في الدوري السعودي، محور نادي طرابزون سبور مميز. والله تغيير قوي، كيف التغيير هذا بيكون؟ حنلعب بمحور واحد، حيرجع ايجور بجنب طارق حامد، اي رجع ايجور بجنب طارق حامد، رجع ايجور، اتمنى ينجح ايجور في هالمكان تحديدا، فعليا نحتاج ان ايجور ينجح لما يكون متراجع، اذا هو متراجع مع طارق حامد. لا لا ايجور رجع، ايجور رجع، نشوف ايجور رجع مع ممتاز. انا اتمنى ينجح ايجور هنا، لان نجاح ايجور حيخدمنا كثيرا ترى. صح صح هندر، صح 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 صح، لا يا اخي لا تكفى، اي واحد سجل، صح صح، يعني اقول اتمنى ايجور ينجح لاجل هالفكره دي تحديدا، هالفكره دي ان شاء الله ان شاء الله تنجح، ما عليه ما عليه ما عليه باذن الله. بس المشكله في حاله هذه، هذه الاشكاليه لما الفريق يهاجمك. يا ساتر يا البط، يا ساتر يا البط، يا ساتر يا البط، يا ساتر البط، حجازي وعمر هوساوي حتى لاعب مو بسريع زي كوايسون قدر يتجاوزهم. هذه هي الفكره اللي يبغاها من ايجور، جدا مناسبه، جدا ممتازة. كمارا لو كان بس أسرع شوي، ما عليه ما عليه ما عليه ما عليه، برافو إن المدرب غير بدري، والله المارشال نونو مجنون، ودك إنها جت هدف، بس هذا المدافع حقهم مقدوني، ما هو مقدوني، هذا شو اسمه الكونغولي مدافع نادي الاتفاق. بيجلطني بيجلطني بالتموي حقي ذا، بيجلطني بالتموي حقي، ترى ثالث مره يسويها، ترى بيجلطني. يلا ايجور، يلا ايجور، يلا ايجور، لا ايجور هنا المشكله، ايجور هذه، هذه نقطه الضعف الان، الفريق انكشف،
ما في إلا طارق حامد. هذه المشكلة اللي أقول لكم في موضوع إيغور ثمانية. الله يستر الله يستر. أشوى أشوى الحمد لله. إيغور هذه الفكرة اللي ما أعتقد أن المدرب يفضلها، يعني في موضوع إيغور لما يتراجع ما تأخذ الكرة أنت على الأمام، أنت بنفسك تروح. هذا الشيء اللي يخوف. في محور ثمانية بالفريق. طبعا نحتاج نجاح أحمد بن مسعود كوينج باك علشان ممكن نستفيد من حمدان كقلب دفاع، خصوصا ما أدري قاعد أشوف حمدان مستنزف بدنيا، يعني هذا الشيء اللي ممكن ما نتمناه. لا 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 لا، بدل العبود. كيف بدل العبود؟ والله غريب التبديل هذا، بس يعني ردة فعل العبود ما حبيتها، بس تبديل غريب من المدرب، ولازم عبد الرحمن العبود برضو يتقبل وجهة نظر المدرب. ما نبغى الدراما ذي. والله استغربت التبديل هذا، غريب تبديل غريب. والله يستر والله يستر الله يستر. روح روح بمسعود يلعب كأنه ظهير، روح وينج باك انت، روح روح روح. اعتذر بالنسبة لل 25 دقيقة الأخيرة ما كانت مسجلة لأسباب تقنية، لكن مع ذلك فضلت أني أقدم لكم هذه ردة الفعل في أشياء كثيرة، وأيضا خليناها 20 دقيقة تقريبا. إن شاء الله ردات الفعل القادمة تكون أفضل. أعطوني ملاحظاتكم، وهذا هو السبب الرئيسي اللي نزلت ردة الفعل. أعطوني ملاحظاتكم في هذه ردة الفعل، وضحنا بشكل واضح موضوع مقطع المباراة. ممكن إذا صار فيه مسألة حقوق راح أنقص أو أضبط بعض الأشياء في موضوع مقطع المباراة، هي في النهاية ردة فعل، يعني إن شاء الله ما يكون فيها مشكلة في موضوع الحقوق. بالتوفيق لنادي الاتحاد، ولا تنسون زر اللايك إذا يستحق المقطع لايك. وسعوا صدركم، لسات في بدايات ردة الفعل، وإن شاء الله القادم أفضل. نشوفكم على خير، في أمان الله.